تعالى يا مناشي حبيبي دلال النهر الشعلى على شعلى تشكيلي. أحلى زهرة من الصين إلى لبنان في هذه الأغنية التي يؤديها هذا الشاب الصيني ذو الحاجات الخاصة في افتتاح مهرجانات صور الدولية. المهرجان الذي يعود لأول مرة بعد حرب تموز عام 2006 أطلق برنامجه مع فرقة ماي دريم الصينية العالمية التي يتألف أفرادها من ذوي الحاجات الخاصة. وقد أذهل أفراد الفرقة الجمهور بالعروض التي قدموها، فصفق لهم بحرارة ألهبت اليوم الأول للمهرجانات التي تستمر شهرا ونصف الشهر وتتضمن مجموعة من الحفلات والنشاطات يشارك فيها نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين. ويتوج المهرجان الذي جرى افتتاحه بحضور رئيسته رندا بري ووزراء ونواب بحفلة مميزة يحييها الفنان اللبناني مارسيل خليفي الذي يشارك للمرة الأولى في مهرجانات صورة والجنوب، ويختتم بعرس جماعي يشارك في إحيائه الفنان ملحم زين.